تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، احتفلت جامعة البحرين للتكنولوجيا مساء أمس بحفل تخريج الفوج 19. وأقيم الحفل في مسرح الدانة بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية ووزير التربية والتعليم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة والأمين العام لمجلس التعليم العالي سعادة الدكتورة ديانا جهرمي ورئيس مجلس إدارة الجامعة الرئيس التنفيذي لمجموعة جي أف أتش المالية سعادة السيد هشام الرئيس والأمين العام للجنة الأولمبية سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي ورئيس الجامعة الدكتور حسن الملا وجمع غفير من كبار الشخصيات والأهالي وأعضاء هيئة التدريس. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى مجلس إدارة الجامعة وجميع القائمين عليها متمنيا للخريجين المزيد من التوفيق والنجاح، كما أشاد سموه بمسيرة الجامعة والتزامها بتوفير بيئة تعليمية ورياضية مواتية للطلبة وإنجازاتها، وأضاف أن إنجازات جامعة البحرين للتكنولوجيا هي في الواقع إسهامات ومبادرات لتطوير الشباب البحريني وخلق بيئة تعليمية ورياضية متطورة لتزويدهم بالمهارات اللازمة، وذلك من أجل تمكينهم من لعب دور فعال على مستوى الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والمنطقة. من جهته أعرب سعادة السيد هشام أحمد الرئيس رئيس مجلس إدارة الجامعة الرئيس التنفيذي لمجموعة جي أف أتش المالية عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجامعة وللتعليم بصفة عامة، كما عبر عن عميق شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تكرمه برعايته لهذا الحفل. هذا وقد استهل الحفل بكلمة رئيس الجامعة الدكتور حسن الملا والذي عبر عن تقديره وسعادته البالغة بهذه المناسبة، فقد أكد أن التخرج هو منعطف مهم في حياة الطالب الجامعي. عقب ذلك تم إلقاء كلمة الطلبة الخريجين الذين عبروا عن حماسهم في هذا اليوم المميز. تبع ذلك عرض فيلم قصير يتضمن سلسلة من المقابلات مع عدد من الخريجين. هذا وخرجت الجامعة 723 خريجا بتخصصات من مختلف الكليات.